استاذ ابراهيم، بعد الجامعه خلصت الجامعه التحقت بالجيش سنه 68، قعدت 8 سنين في الجيش. احكي لنا الفتره دي كانت ايه؟ هي الفتره دي يا كابتن مصطفى من جزء اللي كان بنتكلم على عظمه الشعب المصري. نعم، ان الشعب المصري في الفتره دي كان الجيش ايام 67 كان حوالي 300,000، لما دخلنا حرب اكتوبر كان الجيش 1,300,000. ما تقريبا ما كانش في اسره في مصر الا ما مقدمه لا حد في لا شاب مقدمها. فانت يعني ادي اول ده بيبين لك ازاي الشعب وعظمه الشعب، يعني ابن ما فيش يعني مش انا اعظم ما املك. نعم. انا بقدمه يعني. نعم. عشان ده فدا للوطن. هو ده الموضوع. انت بقى علشان خاطر انت من رحم اسوأ هزيمه اتزرع بذره اعظم انتصار. انت طبعا 67 دي كانت كارثه طبعا بكل المقاييس. انت كل حاجه يعني كسرفه، انت تكتشف ان مفيش حاجه. يعني انا لما دخلنا احنا في 68، دخلت 68، وانا لما دخلت الجيش دخلت القوات الخاصه وبقيت في سلاح المظلات. مظلات فالقوات الخاصه يعني لها طبيعه تدريب تانية وشقه تاني مختلفه عن وحدوته تانية عن بقيه الاسلحه التانية. فانا لما دخلنا فانت تكتشف ان مصر يعني انت بتبني من اول وجديد. طب في دخولك الجيش في الاول انت كنت حاسس بهزيمه 67؟ احنا ما كناش واخدين بالنا لما دخلنا، الا لما حجم الحدوته لما شفت قدام عينيك حجم لا لما تشوف بقى وتسمع وبتشوف. فانت تكتشف انك انت ايه؟ انك انت عندك سلاح، كل السلاح اللي عندك ده من ايام الحرب العالميه الثانيه. مثلا ما كانش عندنا احنا في 67 دفاع جوي، كان عندنا السلاح اللي موجود كنا بنضرب على الطيارات بمدافع كده، تلاقي المدفع وجنبه بتاع نور كبير كشاف فينور عشان يشوف الطياره، فالطياره طبعا بتشوف الدنيا الضلمه بتشوف البتاع بتضرب على النور فتضيع النور واللي جنب النور يعني. فانت ما كانش عندك ده يعني. فانت لما يبقى انت فانت ما كانش عندك حاجه، وبعدين اللي عندك اتكسر، اللي كان شويه الحاجات اللي عندك. فلما نيجي انت بتبني بقى كل حاجه بتبنيها من جديد، وبعدين انت اهم بنى اتعمل في الفتره ديت اللي هي المعنويات. ازاي انك انت المعنويات بتبني انسان بقى، بتبني كل حاجه من الصفر من الصفر. يعني في الفضل لله سبحانه وتعالى الحقيقه الفريق اول محمد فوزي رحمه الله عليه ليه دور عليه جامد جدا، لانه كان يعني كان انضباط غير عادي. كان المفروض انك انت عايز تعمل انضباط وعايز تعمل معنويات، عايز تعمل حاجه، بتعمل جيش تاني من اول وجديد بطريقه تانية. الجيش نجاحه اللي فيه اللي هي الاداره والانضباط طبعًا. نظام وانضباط يعني الفكره كلها. يعني انت ابحث عن الاداره هتلاقي وراء اي نجاح وراء اي فشل هي دي الاداره. انت دخلت ضابط احتياط يا استاذ ابراهيم. الصوره دي بتدي لك ايحاء بايه؟ لا ديت انا الصوره دي يعني ايه انا ايه انا احنا شفت على الحدوده دي احنا داخلين في الخمسين سنه اهوت يعني ربنا يديك العمر والصحه. انما المشكله ان انا مش قادر اصدق ان انا احدد ديت. انا عايش بفكر عالي بالمرحله دي. انا عايش تسأمل. هو ده اللي بيدخلني المعارك، هو ده اللي هو ده اللي موقفني على رجلي عشان شفت كل حاجه الطبيعه. انا عايش في الفتره دي، انا مش مصدق ان الخمسين سنه دول بوم. انا عايش الفتره ربنا يديك العمر والصحه. فهي الفتره دي اللي بتديك كل الحاجه في الفتره دي. يعني انت ما كانش في حاجه، انت ما فيش حاجه في الدنيا في شغلك غير اللي موجودين في دولة اللي لازم يطردوا دول. الصهاينه اللي موجودين دول، فهو ده اللي شغلك خلاص بقى، دي قضيتك. نعم. ودي انت قضيتك في احنا لما تيجي تشوف الواحد في التدريبات في الثمان سنين دول بتاع انت عشت في بيتي قد ايه، شفت امي وابويا قد ايه، وعشت في المعسكرات والاشياء دي تبع واحد 300. نعم. يعني انت كل يوم بتعيشه في البيت قصاده 300 انت في المعسكر. لا كان في حياه ثانيه وحاجه ثانيه خالص. انك تتنقل بقى من الحياه المدنيه للحياه العسكريه في الظروف ديت، هو ده كان الحدوته الصقل ده. التحدي بقى. هو التحدي، وهو ده اللي علم الواحد، هو ده اللي خلى الواحد انا دخلت حاجه وطلعت حاجه ثانيه. هذه الفتره في حياتي انا بعتقد هي دي اللي خلتني بني ادم يعني. انا خلاص انا لسه هقول لك، يمكن انت في احد الاحاديث في كتاباتك قلت ان فتره الجيش كانت صعبه جدا بس خلتني ابراهيم حجازي.
ايوه انت ما خلص. انت اولا اول حاجه بتعرف ان مفيش مستحيل. المستحيل الوحيد اللي هو الموت. حد يقدر يهرب من لا لا طبعا، ولا حد عند في واسطه في الموت ولا لا لا لا. فيما عدا ذلك الحقيقه الوحيده في الدنيا، فيما عدا ذلك يا كابتن مصطفى نعم، مفيش حاجه اسمها مستحيل خلاص في حياتك في عملك في الكلام ده كله. والحقيقه اللي حصل في 73 هو كان اول حاجه فيه هو انت بتقهر المستحيل اللي الوضع اللي كان قايم على الارض يا كابتن مصطفى. قبل 73 انا عاوز اتكلم عن تعال نروح لحرب الاستنزاف في سلاح المظلات. ايه العمليات اللي انتوا كنتوا اللي الناس ما تعرفش عنها حاجه كانت بتحصل؟ بيبقى الجندي المصري داخل فيها بين الحياه والموت وبيرجع تاني، ربنا يديك العمر والصحه، وبتحكي وما زال وفي ناس كمان لسه بتحكي وبتحكي وبتحكي. الناس عاوزه تعرف الكواليس بتاعت الحاجات دي. شوف يا كابتن مصطفى، انت احنا 5 يونيو خلص 67، كان هم انا بس عايز عشان خاطر يبقى وده انا الكلام اللي بقوله للشباب تحديدا، كان هم حاجه في الفتره دي كلها انك انت بتحاول تعمل مرحله صمود. ليه؟ لانك انت خلاص انت كنت منهار. سينا 61,000 كيلو متر مربع اللي هم سينا ضاعوا، العدو بقى موجود على خط القناه. نعم. انت بتحاول دلوقتي ان ما يحصلش اي تطور اخر حاجه انه يحتل مدينه من مدن القناه، وكان الخوف كله على بورسعيد. فكان اي قوات بتيجي بتروح يعني بورسعيد. كان يعني من الحاجات بقى اللي ربنا ارادها، ما هو انت في علامات كتيره بتحصل سبحان ربنا سبحانه وتعالى بيعملها لنا. احنا فين؟ احنا يونيو خلاص على 29 يونيو يعني بعد 3 اسابيع تقريبا من الهزيمه. نعم. هم افتكروا ان بور فؤاد لسه كانت بور فؤاد هي في الشرق، الشرق بتاع بورسعيد، فهي الوحيده اللي في الشرق القناه. فلك ناخدها سهل بالنسبه لهم من بعد العودة. لا ما عشان خاطر هم كانوا عايزين ياخدوها عشان يعملوا فيها مؤتمر صحفي وتيجي الولدة مائير. ما هو بور فؤاد ديت البنت البكر بتاع بورسعيد. مظبوط. فانت لما بتعمل ده كله هم عايزين يغزوا عبد النصر. وفي الفكره عايزين يصدروا للعالم ان الموضوع خلص، مش عايزين دوشه بقى، كل واحد ايه يروح لحاله وخلاص، دي ارضنا ودي ارض الميعاد، ده الكلام اللي اتقال. وعايزين يعملوا مؤتمر صحفي. اراد ربنا سبحانه وتعالى ان كان في جنب القناه في الشرق يعني مدق معمول، الارض اللي جنب القناه من عند الانطره لغايه ما توصل لبور فؤاد ارض سبله، يعني ارض فيها ميه ما بتنفعش تمشي فيها عربيات ولا مجنزرات ولا اي حاجه. يعني ارض غير صالحه للسير. نعم. للاستعمال في كل حاجه. قناه وهم بيطهروها كانوا بيطلعوا الرمل البند فبيرموه هنا، فتعمل مدق موازي للقناه من الانطره لغايه بور فؤاد. من ستر ربنا في مهندس بيقولوا كان في كتيبه صحقه اللي جت رجعت من سينا، وهي ودايما يعني القوات الخاصه بتبقى عندها قدره على انها تحتفظ، عندها اللياقه وعندها القدره انها تحافظ حتى على يعني سلاح، فرجع تقريبا بدون خسائر. فتم دفعها على طول لبورسعيد 43 صحقه دي. حد بيقول هناك، فكان من المهم بقى ابتدى يبقى في تنظيم مع اهالي بورسعيد اللي كانوا عاملين المقاومه، وبورسعيد عندها تجربه من 56 ففاهمين، وقبل كده في 56 بورسعيد ضربت جامد وقاوموا جامد وعملوا بطوله. فالمهم حد من مهندسين القناه قال على فكره في مدق موجود في البتاع ده وممكن العدو يمشي عليه. اللي كان ساعتها القيادة العسكرية بتاعت المنطقة دي بعتت فصيلة صعقة يعني 30 واحد في حتة اسمها راس العش. معروفة. كانت معركة كبيرة قوي. ما هي دي راس العش ديت قيمتها ايه بس؟ لان دي لها قيمة ديت. ويمكن المعركة دي بقت عيد بتاع الصعقة يعني اللي هو كانت 1 يوليو ده. عشت انت اللحظات دي كلها. يعني احنا كنا احنا في الوقت ده احنا في انشاص يعني. انا بكلمك على الوحده اللي كانت موجوده هناك. انا ساعتها ما كنتش لسه دخلت الجيش في العلن قبل راس العش. لا انا داخل يناير 68. دي كانت لسه بعد 3 اسابيع من الهزيمه. من 67. انت هزيمه والدنيا متكسره وحاله والكلام ده كله وروح معنويه صفر. فالمهم العدو قرر يحتفظ، احنا بعتنا الفصيله دي 30 واحد كتيبة الصاعقة دي في المنطقة ديت عشان لو حصل أي حاجة ويبقى حماية اشتباكات وبتاع بس يمنعوهم. العدو اللي بيصور كل يوم بالطيارة الاستطلاع يعرف إن في، أنا بسألك ده عددهم قليل وده هيعملوا إيه؟ دول ما لهمش لازمة يعني. ليه طابور يوم بقى اللي هو ده في اليوم اللي هو ليلة 1 يوليو ديت 31 أو 31 ليه طابور مدرع؟
تشوف اوله ملوش اخر. تعال عدو بقى. دبابات ومجنزرات ومدافع وبتاع وعلى 30 يا عيني دول. قامت معركه من 5 بعد الظهر استمرت لقرب 3 الفجر. كان قائد كتيبه الساعه قدير رائد سيد الشرقاوي الرئيس عبد الناصر كان معاه على التليفون. معركه رهيبه جدا. انا اللي عايز اقوله ان حوالي 6 ساعات او 7 ساعات لما يستطع الطابور المدرع ده ان يتقدم خطوه من على راس العش ديت، عايز يفوت فوت على الرش، موتهم كلهم وفوت عليهم. ما قدرش، احنا عملنا فيهم خسائر وفي الاخر هم اللي انسحبوا. المعركه دي كانت قيمتها ايه بالنسبه لينا؟ رفع الروح المعنويه. انك انت عرفت انك ما متش وانك قادر، ما دي اول صدام في يعني وجها لوجه. وهم عرفوا ان لحمنا مر. وجي بعدها ايلات. انت بعديها بقى بشهرين المدمره ايلات. مظبوط. والمدمره ايلات برضو عايز اقول لشبابنا دي حدوته تانية خالص، انك انت بقارب صواريخ خدت بالك تطلع تضرب مدمر مش بسلاح طيران ولا بكذا، لا ده قارب قد كده. وهم قبليها ايلات ضربت زورقين تروبيت بتوعنا. ومنهم زورق اللي هو لما ضرب شوف الشريعه بتاعت، بس انا للاسف الناس الاسماء طلع بالزرق عشان يصطدم بالمدمره نفسها. فضرب ضربوه تاني فاستشهد يعني فهم ساعتها ما فهموش الرساله، ما فهموش الرساله ان احنا حتى انت لو راكب مركب قد الدنيا مش هتقدر علينا. ايلات ديت بقى لما طلعنا لايلات والكلام ده كله زرق الصواريخ احنا انت طلعت والكلام ده كله وهم راجعين بيتمخطروا، وكان الباخره عليها طلب الكليه البحريه بتاعه العدو كانوا متخرجين واخدينهم بقى وطول النهار بقى بيتمشوا ويتمخطروا فسحوا اصطادوا سمك منتصرين بقى وبتاع. تعالوا بقى رقدوا طبعا خدوا الصاروخ رقدوا فبقت ايلات راس العش وايلات. الله ده انا وانا في عز الحدوته دي لا ده انا مولود واقف على رجليا. كان انت في الفتره دي كانت ايه الصراع؟ ايه الحدوته؟ ايه كل العدو طبعا طبعا انت امريكا والغرب كله معاهم، فكانت المعنويات كلها او الاخوين كلها هم بيتكلموا على ان خلاص الامر الواقع ان كنت الارض دي بتاعتنا والتوراه بتقول انها بتاعتنا سلموا على كده وسلموا على كده واي عايزين ان احنا نعمل مفاوضات دلوقتي عشان ندير القناه احنا الاثنين بشراكه، احنا نص وانتوا نص، شوف الفجر قد ايه. فكان لابد انك انت تبتدي تعمل حرب الاستنزاف اللي هي قعدت 500 يوم. انا لما بتكلم الكلام ده اوعوا تفتكروا ان احنا كنا الجيل بتاعنا ده احسن منكم، غير حقيقي. كل زمن بيختلف ولا بيختلف. انا احنا كل الفرق اللي بيني وبين الشباب اللي موجود انا اتولدت قبله ب 50 سنه بس، والشباب ده لو موجود في 73 كان هيعملوا زينا وربما احسن مننا. الكوره والفن ايه دورهم كان في حرب 73؟ لعبوا دور كبير. ايه هو اللي اثر في الجنود واللي اثر على الساحه في واثر على الشعب والساحه بصفه عامه يعني؟ الكوره والفن. لا انا يعني الفن نعرف ان الفن يعني الاغنيه اللي حضرتك سمعتها ديت وبعض الاغاني يعني الفضل لله الراجل من اعظم الموسيقيين في العالم اللي هو بليغ حمدي ده اعظم من موسيقيين العالم الراجل. نعم. ده كان ربنا اداله العمر ده كان هيكسر الدنيا يعني. لما الراجل ده يروح عشان ده فنان لما يروح يقعد في التلفزيون ينام لهم على البلاط كده ويعمل مجموعه الاغاني اللي اتعملت ده مجموعه الاغاني والفنانين. الفن له دور هائل جدا 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 جدا. قوة الناعمة. طبعا طبعا يا كابتن مصطفى، انت زمان قبل ما نعرف قوة ناعمة ولا قوة خشنة وعمل لوردة على الربابة على الربابة هو عمل اغاني كتير لكل اغاني كتير جدا الشعب المصري كان حاسس بيها قوي. يمكن من الحاجات الكويسة اللي اتعملت ان الكورة وقفت شوية بعد الحرب انما رجع تاني لان كان مهم لازم ترجع. مهم ليه؟ لان ده عشان معنويات شعب. ما انت لو وقفت الحياة كلها انت تقع. كان لازم رجوع الكوره كان رجوع للحياه والنشاط. الكوره لما وقفت يا استاذ ابراهيم دي خدمتنا احنا لان في لعيبه كتير. ما انتوا كلهم مشوا انتوا بقيتوا ما انتوا كنتوا قاعدين انتوا قاعدين بتدعوا انتوا لما انتوا كنا قاعدين لهم انتوا فرقه التلامذة انتوا مش انتوا فرقه التلامذة بالظبط كده. يعني وكان الكابتن شربين والكابتن حسن حمدي الالفه اللي هو الالفه